دونك السلام عليكم، غتقدم لنا الجمعية اللي حنا معاها صح؟ نعم، هذه جمعية ديال النفاق المتقاعدين في المغرب. نعم، فيها ناس من التعليم، من سميتو من الإدارة، مهندسين. نعم، من القطاع الخاص. ايوا هادشي كله بها. حتى حنا كرئيس جمعية التافلة في الشأن الوطني وكشاعر دولي وملقب بشأن الملك، نتشرف بلقائكم في هذا اليوم في دار مولاي علي الشريف، وكنقدموا هذه قصائد. هذه قصائد كلها منشوره في الصحف المغربيه. هذه قصيده باللغه الانجليزيه، وات اوبليست كينغدم، يا لها من مملكه مباركه. او كينغدم اوف ويتش ايرث اند سكاي ار كويت، يعني مملكه ارضها وسماؤها كويت كما تلاحظون. ارضها بيزيبل بيزيبل كويت بيزيبل غراس اسا ماجستي. السلام عليكم. هذه واخا لولا قصيده اخرى. كل هذا الشيء سلام يا ديال مباركه يا صاحب الجلاله. تمضي الاعوام والشعب بحياتكم مسكيكم. هذا نطلعها. هذه باني السدود. ولو مت بما بنيت فينا مخلد، ما خلفت من نفع ليس له حد. قصيدة، يعني هناك قصائد متعددة. هذه قصيدة باللغة الفرنسية. سي غراس ا سا ماجيستي كو لا باي او بيان لا سيكوريتي غاني. غاردون لا سيكوريتي دان غران سوتيان، إل غارد اونور اي بيان. إل ا افيك لي زونس ان فور ليان. اون غارد اي غارد لوردر اي لو مانتيان. إل اي ليون دون ساكاج. يعني هنا كنمثلو لانسيكوريتي بحال واحد الاسد في لاكاج ديالو، خصنا نحافظوا عليه، مسدود عليه، الا طلقناه غادي ياكلنا كلنا. لانسيكوريتي هي اسد. ولهذا سي غراس ا ماجيستي اسا ماجيستي. ميرسي بوكو. شكرا. كنشكركم مجددا، وكنتمناو زياره اخرى لهذا اللقاء في هذا المكان المبارك. يلا نمشيو. الله يشكرك.